الجبهة الشعبية لتحرير تجراي التي تم تصنيفها من قبل الحكومة الأثيوبية كمنظمة إرهابية توسع غزوها متجاهلة دعوات السلام من قبل الحكومة الفيدرالية، حيث تسعى ما بين الفترة والأخرى إلى غزوة الإقاليم المجاورة والاعتداء على المواطنين. أضاف البروفيسور آدم كامل إن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية كانت تحكم البلاد خلال 27 سنة، وذلك من خلال التحكم في كل شيء في البلاد. الجبهة الشعبية كانت تقود البلاد في فترة 27 سنة، هي الكل في الكل، سياسيا واجتماعيا ودبلوماسيا واقتصاديا واستثماراتيا وتنمويا في كل شيء. بقية القوميات كانوا مأمورين لا أقل ولا أكثر أي تتصدق عليهم هذه الفئة، فإذا هم اللي كانوا يحكموا البلاد من القمة إلى القاعدة. لما فقدوا السلطة فهمت تأثروا. طبعا لا تنسى الحرب بيننا وبين إريتريا، اضطرينا كإثيوبيين أن نكدس ما لدينا من القوات العسكرية والخبراء والمدربين، كل شيء في الشمال اللي في مكاله اللي هو الجيش الثاني، كان يعتبر 80% من الإمكانيات العسكرية اللي كان لدى إثيوبيا والإمكانية العسكرية المادية والمعنية كلها كانت متراكمة هنا. وقال أيضا إن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي كانت تهدف من خلال اعتدائها على الجيش الثاني في العودة إلى السلطة مجددا، فاستمروا وهم واثقين أنهم سيقضوا على بقية الأقاليم في إثيوبيا. وأول خطوات كان ما عملوها اللي هو في حرب رقم واحد هو الاعتداء على الجيش الثاني اللي هو تقم تهيرات، فهمت؟ وحدثت ما كان أحد يتوقعها. عشت مع بعض سنوات، تربيت مع بعض وقدمت خدماتك، هيأتي الاعتداء من أقرب الناس وأصدق الناس إليك، هذا ما كان يتوقع أي شعب إثيوبي في هذا المنوال. وأضاف البروفيسور آدم كامل أن هذه الحركات الإرهابية تعمل من أجل تحقيق أجندة خارجية، وعلينا جميعا أن نكون واعيين بذلك. لما ترجع حرب رقم اثنين وحرب رقم واحد رقم اثنين ورقم ثلاثة كلها تجي في فترة محددة معينة. الحرب رقم ثلاثة أتت بعد ملء رقم ثلاثة سد النهضة. إذن القضية حبينا أو أبينا، قبلنا ما قبلنا، المفروض لابد أن نفهم نحن كإثيوبيين حكومة وشعبا وأفرادا ومنظمات وهيئات دينية مختلفة، من الذي يدعو أو يؤثر في هذه الحركات ومن وراءهم؟